عناوين الأخبار. قالت رئيسة الجمهورية السيدة سهل ورق زودي بأن سد النهضة الإثيوبي هو رمز للوحدة بالنسبة للإثيوبيين. عقدت حلقة نقاش بمناسبة الذكرى 9 لوضع حجر الأساس لسد النهضة الإثيوبي الكبير هنا في العاصمة أديس أبابا. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار أصحابكم فيها كوثر سراج من هيئة الإذاعة الإثيوبية من أديس أبابا. قالت رئيسة الجمهورية السيدة سهل ورق زودي بأن سد النهضة الإثيوبي هو رمز للوحدة والتعاون بالنسبة للإثيوبيين. جاء ذلك في كلمة ألقتها الرئيسة بمناسبة الذكرى 9 لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وأضافت بأن سد النهضة بالنسبة للإثيوبيين هو مشروع الوحدة لكل الإثيوبيين، كما أنه هو قيمة الفكر والعمل، مضيفة إلى أن روح التعاون جددت الوحدة والمثابرة، وهذا النهر هو نعمة كافية لجميع الدول المصب، وأن آلاف في بلادنا ليس لديهم الكهرباء. هذه هي الذكرى بالنسبة بالسنة 9 التي نحاول فيها منع انتشار وباء فيروس كورونا في بلادنا، كما هو الحال في تعاوننا وتضامننا، وكما أكدنا أيضا مجددا في مساهمة بناء سد النهضة الإثيوبي. احتفلت إثيوبيا بالعام 9 لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير والانتقال إلى العام 10 من خلال عقد حلقة نقاش واسعة. وفي حديثه بهذه المناسبة قال الدكتور سلاشي بكالا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إن أي ضغوطات خارجية وتحديات داخلية لا يمكنها من إيقاف تقديم مشروع سد النهضة العملاق. وقال الوزير إن سد سيستوعب ما مقداره 4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية إن سد ما زال متواصلا بشكل جيد، ويمكن أن يبدأ تخزين بالمياه في يوليو المقبل، ومع ذلك إذا لم يتم سيتم القيام بخطة ناجعة تتماشى مع تخزين المياه لأسباب متنوعة، فستسخر البلاد ما يصل إلى مليار يورو في عام واحد على حد قوله. وقال المهندس المدير العام للمشروع إن سد النهضة الإثيوبي الكبير حاليا اكتمل بنسبة 72.4%. وقالت رئيسة مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة والتعبئة لسد النهضة إن الإثيوبيين من الداخل والخارج ساهموا حتى الآن ب 13.4 مليار بر. قال أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي إن مصر تواصل تغيير هدف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لإعادة إحياء الاتفاق الاستعماري لعام 1959. وقال أحد الأعضاء إن مصر تحاول تكتيكات ناقمة لإحياء رغبتهم الاستعمارية على مر السنين، وأضاف أن المصريين يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم. وفقا له فإن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوهم هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض. إن موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن للبلدان الخروج من هذه الفوضى إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح من التعاون، وشدد على أن نهج التدريجي لن يخدم الغرض ما لم تتأكد الدول من أن جميع الدول المشاطئة لديها حصة عادلة ومقبولة. وفي إشارة إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم المياه وتخصيصها، وقال الخبير إن هذا يبدأ بالالتزام السياسي لرغبة دول الحوض في إقامة تعاون على مستوى المنطقة وفق الاتفاق الإطار التعاوني. علاوة على ذلك فإنه يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث أنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة. وفي خبر مماثل، عقدت حلقة نقاش في أديس أبابا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى 9 لوضع حجر الأساس لبناء السد، شارك فيها الصحفيون في اللغة العربية في العاصمة أديس أبابا. محمد يوسف لديه المزيد.
مرت 9 سنوات منذ أن أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو سد كهرومائي كبير على أحد روافد نهر النيل الرئيسية، وهو النيل الأزرق في إثيوبيا، لتوليد 6000 ميجاوات من الكهرباء. ستحتوي خزانتها على 74 مليار متر مكعب من المياه. وعقدت حلقة نقاش في أديس أبابا يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى 9 لوضع حجر الأساس لسد النهضة الإثيوبي الكبير. وقال الخبراء أن بناء سد النهضة الكبير سيستفيد منه جميع الدول المشاطئة. وأضاف الخبراء أن بناء سد النهضة الكبير حقيقة واقعة وسيفيد جميع دول الحوض وشرق أفريقيا. هناك فوائد متعددة، فوائد بيئية، فوائد اجتماعية، فوائد اقتصادية، فوائد سياسية. هناك نقطة مهمة جدا لم يتم تداول فيما يخص فيها، الطمي الذي دوما ينحدر من الأراضي الإثيوبية إلى السودان يكلف السودان مليارات الدولارات لتنظيف السدود السودانية، خاصة سدي خشم القربة وسنار وجبل أولياء. هذا الطمع عندما يتم حجزه في هذه البحيرة يسهل للسودان، وهذا الشيء الذي يجعل دوما السودان يتفق مع إثيوبيا في هذا السد ويحضره. هنالك في موسم أغسطس دوما تعاني البحيرات أو الأنهار السودانية من جفاف موسم. يتم تتعرض بعض الأنهار لجفاف وتظهر بعض القرب. إذا لا توجد إلا موسمية الجريان لهذه الأنهار. عندما يتم إقامة بحيرة سد النهضة أو سد النهضة يستفيد السودان مباشرة من هذه المياه لأن تكون موسمية أو مستمرة، الجريان مستمرة بصورة مختلفة. هنالك تجربة لإثيوبيا مع السودان في المنطقة الشرقية، إذا عدنا إلى سد كذب الذي حقق فوائد إيجابية لنهر عبرة ولمشروع حفة جديدة الزراعية. عندما يبدأ تشغيل السد فإنه سيوفر مصادر طاقة إضافية لبقية دول المنطقة، وسيساعد على تحسين تدفق المياه وتقليل تراكم الطمي في السودان ودول المصب. وقال المشاركون إن موقف السودان من سد النهضة يعكس التزامها بالاستخدام العادل، وتأكدت بأنه لم يؤثر على دول المصب. التركيبة النفسية للمفاوضة المصري إن لم تتغير، إن لم يأتي بطريقة يحترم فيها حقوق الشعوب وحق الشعب الأثيوبي أو حق الشعب السوداني، فلن يعني لن يصل هذا الاتفاق إلى يعني إلى مبتقاه. فنحن أنتم بتقولوا كأثيوبيين تقولون أن من حقنا أن نستفيد من مواردنا الطبيعية دون الإضرار بكم يا سودانيين ومصريين. السودانيين مستوعبين المسألة دي، السودان مستوعب انه من حق اثيوبيا تستفيد من سد النهضه، تستفيد من النيل الازرق دون الاضرار. بالعكس السودان الان كما ذكر الاخوه فوائده عظيمه جدا، يمكن احنا السودان حيستفيد اكثر من اثيوبيا من سد النهضه، لكن المصريين ما قادرين يستوعبوا انه من حق الاثيوبيين يستفيدوا من هذا السد، وان السودان كيف يخالف مصر في هذا الموقف ويرى ان موقف السودان دائما هو الى جانب اثيوبيا. السودانيين ما الى جانب اثيوبيا، السودان الى جانب مصالحه الشخصيه، لكن لا ليس يعني ما في اشكاليه لو كان دعم اثيوبيا. فنحن في اشكاليه سياسيه الان، المصريين ياخذون هذا الموقف من نواحي سياسيه، لا يريدون ان يجلسوا بطريقه يعني زي ما يقولوا open heart and open mind، يجلسوا ويعوا ان الواقع قد تغير، الواقع قد تغير. ويعكس موقف مصر فرض معاهدات غير عادلة موقعة في الفترة الاستعمارية دون إشراك إثيوبيا. ودعا الخبراء المشاركون في المنتدى الحكومة إلى دعم الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل باللغة العربية في البلاد لخلق وعي في العالم العربي بشأن سد النهضة، وخاصة للشعب المصري، حيث أن بناء سد النهضة الكبير يعود بالنفع على جميع البلدان. مشاهدينا الكرام، ما زلت واصل قراءة نشرتنا الإخبارية من هيئة الإذاعة الإثيوبية من أديس أبابا. أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد محادثات هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي حول تحديات فيروس كورونا في القارة الإفريقية، أن رواندا هي واحدة من الدول الإفريقية التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، وقد وصل حتى الآن عدد الإصابات المؤكدة إلى 82 حالة، وهو أعلى عدد من الإصابات في منطقة شرق إفريقيا، وسيواجه القارة تحديات اقتصادية كبرى بعد تحديات فيروس كورونا.
وفي خبر مماثل، أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد محادثات مع مجلس الاتحاد الأوروبي شارلز ميشيل بشأن مكافحة فيروس كورونا، حيث تركزت المناقشة الطرق الممكنة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لمنع آثار فيروس كورونا من الدول الإفريقية. وشكر رئيس الوزراء رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على دعمها لإفريقيا. من بين 74 شخصا تم اختبارهم في 24 ساعة الماضية، تم تأكد من إصابة 6 أشخاص بفيروس كوفيد-19. وبحسب وزارة الصحة، فقد وصل إلى 35 شخصا مصابا بالفيروس الكورونا في إثيوبيا، وتأكد أن 5 منهم من أديس أبابا و1 من دريدوا، وجميعهم الإثيوبيين. 2 من سكان أديس أبابا يبلغان من العمر 35 عام و30، وصلوا إلى البلاد قادمين من دبي في 10 مارس 2020. وقالت الوزيرة إن كلا المواطنين دخلا قبل تنفيذ الاحتجاز الإلزامي، وأن المصاب الثالث عمره 28 سنة، والرجل الرابع 56 سنة، والخامس 30 سنة. وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن المصابة السادسة شابة تبلغ من العمر 33 عاما، كانت على اتصال بشخص تم تشخيصه مسبقا بفيروس كورونا في دريدوا. وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أمس على 82 مليون دولار من الدعم الطارئ لمساعدة إثيوبيا على تلبية الاحتياجات الأساسية للتأهب والاستجابة لكوفيد-19. ووفقا لبيان صادر عن البنك، أن البنك يشمل الدعم توفير المعدات الطبية الحيوية وبناء قدرات النظام الصحي ودعم إنشاء مراكز العلاج. ويعد صندوق جزء من أول مجموعة من عمليات الدعم الطارئة للبنك للبلدان النامية حول العالم، وذلك باستخدام مرافق مخصصة سريعة المسار لاستجابة التحديات كوفيد-19. وستساعد المجموعة الأولى من المشاريع التي تبلغ 1.9 مليار دولار وإلى 25 دولة، وتتقدم العمليات الجديدة إلى الأمام في أكثر من 40 دولة باستخدام عملية المسار السريع. كما أن البنك على استعداد لنشر ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر 15 المقبلة لدعم تدابير كوفيد-19 التي ستساعد البلدان على الاستجابة للعواقب الصحية الفورية للوباء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. مسلات أكسوم بإقليم تيغراي شاهدة على أقدم حضارة إثيوبية، وتعد هذه المسلات مهد الحضارة الإثيوبية بإقليم تيغراي شمال البلاد. فلنتابع تقرير العين الإخبارية الذي تم إعداده حول أقدم الحضارات في القارة الإفريقية وهو مسلات أكسوم. حاولت أكسوم مالت أسكا 66 حاولتو تشالو النزي حاولتو تشيسرو كسوستينيا كفلة زمننا أراتينيا كفلة زمننا جو النزي حاولتو تش مقلج أتشو إيان داندون حاولت ترقو مالو عندنيا أكسوم سيفيلايزيشن هونو يا أكسوم هاوين سليتاني هونو يمكا براتشو مقلج أنا سدستو تشون يتفل فلوسي هونو سلساو تشوغن سموزن أتشو قطران دي ودك اون حاولت 33 متر هونو 520 تون يمزنال يمجمرياون يسراو نغوس رماي بيت يتبالا نو 13 ويندوز አለው ወይ ደሞ የመስኮት የውሸት መስኮት አለው ሁለተኛ ሐውልት ከሮም የመጣ ነው ይሄኛው ነው 170 ቶን ይመዘናል እና በአራት ማዝን ነው የተፈለፈለው الكاتو أرادت نتب أمست نتب علو أن أرزمانية وحيارات نتب سدستنو
ወደ ሶስተኛ ሐውልት ስንገባ ኦሪጅናል ነው። ያ ማለት በአራተኛ ክፍለ ዘመን በአጼ ሂዛና ነው የተሰራው። ይሄኛው በሶስት ነው የተፈለፈለው። በስተጀርባ ስሙዝ ነው። ይሄንን ሐውልት 1700 ዓመት ነው ያደረገው። ከውጭ እስከ 300 ኢንተርናሽናል ሰዎች ይመጣሉ ፐር ዴይ። በዛን ሰዓት ስልጣኔ አልነበረም። ቡልዲንግ የሚባል ነገሮች እነዚህ ህንጻ ኪነ ህንጻ የሚባሉ ነገሮች አይታወቁም ነበር እና ምናልባትም ለፊቸር ያሳያቸው ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። مشاهدينا الكرام تعسنا شنتنا الإخبارية وشكرا لكم وإلى اللقاء.